شهر يعني بالضبط قبل شهر 40 يوم تقريبا جاء في فترة بطولة كأس العرب وغرب آسيا للشباب، يعني حرص أنه يحضر تدريبات نادي الطلبة، حرص أنه يحضر تدريبات نادي الشرطة. الجوية كان ما كان أكو وقت مناسب لأن صادفت مع مباراة المنتخب في وقت واحد. ذهب حتى لمباريات الدرجة الأولى للأمانة. زين. اسمح لي أسألك سؤال. رأيك بمستواه، أنت عملت مع كثير من المدربين وحتى احترفت بالخارج. رأيك بسكوب كمدرب فني للمنتخب؟ أستاذ علي، للأمانة وبدون أي مجاملة، أنا شاهدت مدرب ذكي جدا وملم بالتفاصيل، أقول التفاصيل اللي أحيانا معظم مدربينا بصراحة يهملوها. أيه. التفاصيل الدقيقة إذا كانت تفاصيل تكتيكية أو ما تخص التمركز، تخص الأداء العام أو التكتيك العام، يؤكد دائما على الجزئيات ويصر أنه يعني كثير من المفردات بصراحة. هو عندما جاء تفاجأ باللاعب العراقي، تفاجأ تكتيكيا، قال أن اللاعب العراقي أضعف ما شاهدته باللاعب العراقي هو الجانب التكتيكي، الجانب الخططي. لذلك بدنيا قال ما شاء الله ما ينقص أي شيء من ناحية الأجسام، من ناحية كثير من التفاصيل. الحالة النفسية يشعر أن اللاعب العراقي عندما يلعب يلعب بزهو ويلعب بكل رغبة وأريحية، يعني عند الرغبة، عند رغبة المتعة عندما يلعب الكرة المهارية، ولكن أشكل على الجانب الخططي. لذلك إصراره أنه دائما التفاصيل تكون حاضرة وأن يعلم اللاعب بشتى الوسائل كيف يتعلم. وفعلا يعني اللاعبين يعني شاهدناهم، أضرب لك مثال، لعبنا مع منتخب الإمارات مباراتين ودية، وهذه التفاصيل اللي أقول لك يعني لأنه ما كان وقت متسع أنه يظهرها المدرب كلها ويعلمها اللاعبين. لذلك خسرنا من الإمارات 4 وخسرنا 2-1، ولكن بعد أسبوعين تقريبا أو 3 أسابيع عدنا وفزنا على الإمارات. صحيح. مع كثير من التفاصيل اللي بدأ المدرب شيئا فشيئا أنه يوصلها اللاعبين ويوصل أفكارها اللاعبين. شنو رأيه بتنظيم دورينا؟ يعني حاسين بهذا الموضوع لو لا ما حاشوا يا بهذا الموضوع؟ هو دائما يسألني مثلا على جدولة الدوري، على أندية الدرجة الأولى والثانية والثالثة. من مرة سألني، رحنا ذهبنا أنا وياه مباراة البحري، كابتن إبراهيم سالم كان ويانا، ومباراة الصناعات الكهربائية فرق الدرجة الأولى أيضا، يعني كانوا بعض اللاعبين أنه عليهم الأنظار، قلنا نروح نشوف فيرد يشوف للبحري، 3 لاعبين تحديدا البحري، ورح شافهم. من سأل على فرق الدرجة الأولى قلت له تقريبا 22 أو 24 فريق، استغرب فاجئ. إيه قال يعني عدد كلش كبير، هذا درجة أولى 24 فريق، الدرجة الممتازة اللي يعني 20 فريق، كلش كثيرة. قال يعني ما يعني وصف، قال إنه قيمة الدوري ما بين 12 بتقليص عدد الأندية، وهذا فنياً